إذن نعيد ونذكر بهذه الأخبار العاجلة التي وردت عن طريق مراسل الحدث على قصف مواقع تابعة لفصائل مسلحة قرب منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا. أيضا مصدر أمني للحدث يتحدث عن ضربات جوية على مواقع لميليشيات فاطميون على الحدود بين سوريا والعراق. إذن لمعلومات أكثر ينضم إلينا الآن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا. أي معلومات من عند حضرتك أستاذ رامي؟ تفضل. نعم مساء الخير. طبعا طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت أمريكية حقيقة الأمر حتى اللحظة استهدفت بتسع ضربات جوية مراكز تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال ومحيطها، 4 قتلى على الأقل حتى اللحظة من الميليشيات الإيرانية في قصف لعدة نقاط سواء داخل مدينة البوكمال الحدودية ومحيطها. حتى اللحظة نستطيع التأكيد 9 ضربات جوية استهدفت على الأقل 3 مقرات للميليشيات التابعة للإيرانيين عند دوار الهجان أقله، وأيضا مقر تابع للفوز 47 بالحرس الثوري الإيراني أو الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، ومقر آخر بالقرب من مشفى عائشة بالإضافة لمستودعات في محيط مدينة البوكمال. حتى الآن التأكيد هناك 4 قتلى من الميليشيات الإيرانية. الضربات 9 تتركز على ما ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بالفاطميون والكتائب المسلحة. هي لا نعلم إذا ما كانت فاطميون أو مجموعات أخرى، ولكن الميليشيات جميعها تابعة للعاملة مع الحرس الثوري الإيراني موجودة في منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة شبه كاملة من قبل الميليشيات الإيرانية، وهناك تواجد شكلي فيها لقوات النظام أو بين مزدوجين الجيش العربي السوري، يعني أن المنطقة بهمتها تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، والمقرات التي استهدفت بالطائرات الحربية هي تابعة للميليشيات الإيرانية، وانفجارات عنيفة دوت حقيقة الأمر في المنطقة. لا أعلم إذا ما كانت استهداف لشحنة أسلحة أو استهداف لمستودعات ذخيرة واقعة في المنطقة. وصلتكم أي معلومات فيما يتعلق بالخسائر البشرية على الأقل؟ 4 قتلى على الأقل هؤلاء المؤكدين داخل مدينة البوكمال حتى اللحظة، 4 قتلى المؤكدين، وهناك عادة انتشار للمجموعات الإيرانية في مدينة البوكمال ومحيط البوكمال بعد الضربات الجوية المكثفة التي شنتها طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت أمريكية أو إسرائيلية. إذن معلومات جديدة عن طريق رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به معنا. إذن المرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن مقتل 4 من عناصر ميليشيات موالية لإيران في القصف، وأيضا تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان لقناة الحدث عن أنه نحو 9 ضربات جوية استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في البوكمال. إذن المرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن 9 ضربات جوية استهدفت مواقع لميليشيا موالية لإيران في البوكمال.